في تفاصيل كتيرة بقى محتاجين نعرفها من خلال زميلنا محمد توفيق اللي موجود حاليا في مقر إقامة الأهلي في إحدى الفنادق القريبة من ملعب المباراة عشان نتعرف منه على آخر الأخبار والمستجدات. مساء الفل يا محمد. مساء الخير زميل العزيز محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. طيب زميلنا محمد توفيق بقى يقول لنا كل التفاصيل، فمحتاجين نسمع منك كل المستجدات، الجهاز الفني بيفكر ازاي، بيحضر ازاي البرنامج اليوم النهارده، ايه اللي حصل فيه، ميعاد التحرك والمحاضره وكل الاجواء اللي انت عايشها شوف جوه فندق الاقامه. يعني في البدايه محمد، الحمد لله جمهور النادي الاهلي النهارده على موعد مع مرؤيه بقى فريق النادي الاهلي في المنافسات المحليه والدوري المحلي بالتحديد. طبعا زي ما انت قلت يمكن 36 يوم غابهم النادي الاهلي عن المشاركه في الدوري العام، اخر مباراه يمكن كانت يوم 17 ابريل امام سموحه، والحمد لله انتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. ان شاء الله يعني سلسله الانتصارات تكتمل اليوم، وزي ما انت قلت مهم جدا ان احنا نكسب هذه الثلاث مباريات قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، ومن بعدها ان شاء الله نكمل. يمكن انت بتقول الجدول يمكن مضغوط جدا بعد نهائي دوري ابطال افريقيا، بس الحمد لله هنكون انهينا بطوله دوري ابطال افريقيا، وهي البطوله الاهم طبعا لكل جماهير النادي الاهلي. وباذن الله زي ما انت قلت نتائجنا ونتائج يعني المنافسين معانا كمان تساعدنا وننهي دوري الممتاز هذا الموسم بتوقيت مبكر محمد، خاصه انك معاك موسم طويل جدا السنه الجايه، معاك بطوله دوري السوبر الافريقي لاول مره النادي الاهلي هيكون مشارك فيها، كمان عندك دوري ابطال افريقيا ولكن في مراحل متاخره من دوري المجموعات، وكمان هيبقى عندك الدوري والكاس، فان شاء الله يكون الدوري ختامه مبكرا عشان الجهاز الفني يقدر يريح عدد كبير جدا من اللاعبين، ويشوف كمان عدد كبير جدا من اللاعبين ما كانوش بيشاركوا بصفه اساسيه في الموسم، علشان طبعا يحدد القائمه على اساس يمكن يكون شاف كل اللاعبين الموجودين معاه في القائمه. يمكن الفريق زي ما انت قلت محمد يمكن الفريق ضرب بس يومين الحد والاثنين، خاصه ان هو حصل على السبت بس اجازه بعد مباراه الترجي في نصف دوري ابطال افريقيا. على طول الفريق يمكن سواء يوم الاحد او يوم الاثنين كان في محاضرات على طول مستمره، سواء محاضرات بالفيديو الجهاز الفني شرح فيها اخطاء اللاعبين في المباريات السابقه او اهم النقاط اللي كان عاوز يتكلم فيها. كمان شاف فريق امبي اللي طبعا فريق يمكن امبي في الفتره الاخيره محمد مع المدير الفني الجديد كابتن تامر مصطفى عمل اداء اكثر من رائع، وفي تحسن كتير جدا سواء في اداء الفريق او نتائجه كمان عن الفتره الاولى اللي كانت في عمره مسابقه الدوري العام. يمكن كمان اهم ابرز الحاجات اللي كانت بتدور في التدريبات خلال اليومين اللي فاتوا محمد هي المحاضرات بقى النظريه مع الجهاز الفني سواء من مستر مارسيل كولر او من كابتن سيد عبد الحفيظ، بيتكلم عن اللي احنا كنا بنتكلم عليه خلال الايام الماضيه وهي اهميه هذه الثلاث مباريات بدءا ان شاء الله من مباراه امي ومن بعدها طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، ان هذه المباريات مهمه جدا في عمر مسابقه الدوري العام وفي هذا التوقيت خاصه محمد. طبعا انت عارف ان اللعيبه اكيد بتفكر في نهائي دوري ابطال افريقيا، ولكن طبعا يعني تم من قبل الجهاز الفني واللاعبين غلق هذه الصفحه تماما لحين الانتهاء من هذه الثلاث مباريات. يمكن انت بتتكلم النهارده الثلاث الجمعه طلائع الجيش، الاثنين اللي بعده على طول سيراميكا كليوباترا، ثلاث مباريات تقريبا في 9 ايام، فاعتقد انها تبقى فرصه ان عدد كبير جدا من اللاعبين يشاركوا، ده اللي انت كنت بتتكلم فيه والجهاز الفني بيفكر ازاي. اكيد طبعا هيبقى في اعتماد على عدد كبير جدا من العناصر الاساسيه، ولكن طبعا في بعض اللاعبين هيتم راحتهم، طبعا ده هنشوفه في بعد اعلان الجهاز الفني لقائمه المباراه او اللاعبين اللي هيبداوا المباراه. لكن طبعا ابرز غيابات النهارده هو محمد الشناوي كابتن الفريق طبعا الغائب للايقاف ثلاث مباريات، ويمكن سبحان الله يعني الايقاف جه في نفس التوقيت اللي هو مصاب فيه، فيعني رب ضرة نافعة. الشناوي هو ابرز الغيابات، اعتقد النهارده محمد من خلال رؤيتنا للمباريات هيبقى في اكثر من لاعب هيتم راحتهم ان شاء الله بقى مع يعني قبل المباراه بساعه ونص بالكثير هيكون معانا التشكيل، وباذن الله كل جمهور النادي الاهلي يعرفوا معانا حصريا من خلال قناه النادي الاهلي. كان زي ما انت قلت بقى الفريق يمكن اتدرب النهارده امبارح 7:30، خاصه المباراه النهارده بتقام في يعني توقيت متاخر 9:30 على استاد القاهره. الجهاز الفني طبعا فضل ان التدريب يبدا 7:30 نظرا طبعا لارتفاع درجه الحراره والرطوبه العاليه جدا بالامس واول امس كمان. يمكن الفريق بعقب انتهاء المباراه يمكن اصطحب بقى الجهاز الفني اللاعبين الموجودين معاه في المباراه النهارده لاحد الفنادق القريبه من استاد القاهره، وتم طبعا تناول وجبه العشاء هنا في الفندق الاقامه، ومن بعدها محاضره للاعبين، وطبعا بعد كده كلهم خلدوا للراحه. يمكن الفريق طبعا النهارده بدا يومه مبكرا في 10 صباحا كانت وجبه الافطار الساعه 11:30، طبعا زي ما تعودنا دايما مع مستر مارسيل كولر كانت فتره الاكتيفيشن او التدريب الخفيف اللي بيخوضوا اللاعبين هنا في فندق الاقامه قبل المباراه او في نفس يوم المباراه، علشان اللاعبين ما ياخدوش يعني قسط كبير جدا من الراحه، يكون في يعني بعض الانشطه كده في النص. بعدها كان في وجبه خفيفه كده كانت الساعه 2، ويمكن بعض اللحظات اللاعبين هينزلوا لتناول وجبه الغذاء او الوجبه الاساسيه هذا اليوم، وان شاء الله المحاضره هتبقى في تمام السابعه مساء، ومن بعدها على طول نتحرك باذن الله لاستاد القاهره. يعني دعوات كل جمهور النادي الاهلي باذن الله بالتوفيق واضافه ثلاث نقاط جديده نوصل للنقطه 56، نبعد شويه عن المنافسين ونقرب خطوه كبيره من لقب الدوري 43 باذن الله. محمد الاجواء هنا اكثر من رائعه طبعا زي ما انت عارف، ويمكن كنت بتشوف معسكرات كده للنادي الاهلي توفير الراحه والهدوء للاعبين، وكل الاجواء بتبقى مهيئه عشان نشوف
تشوف 90 دقيقه اللاعبين يادوا فيها باقصى مجهود عندهم وكل الامور يعني خارج الملعب تكون مهيئه. كمان اكيد طبعا انت التحكيم زي ما بنقول يعني حتتك، فالنهارده طاقم تحكيم النهارده اكيد هيبقى لك تعليق عليه يمكن بعد غياب طويل جدا كابتن محمود بسيوني، موجود النهارده حكم الساحه بيعاونه محمد عبد المجيد وماجد المليجي وصبح العماره وحكم رابع، وعلى تقنيه الفار النهارده هيكون خالد الغندور وشام الدسوقي. نتمنى كمان التوفيق لطاقم التحكيم يدوا كل فريق حقه، وباذن الله التوفيق يكون مع النادي الاهلي ويؤدي 90 دقيقه على احسن ما يكون، والفوز يكون حليف النادي الاهلي. معاك يا محمد، لو في استفسار انا معاك. هتكلم بالتاكيد على طاقم التحكيم لان في تفاصيل فنيه في تعيين لجنه الحكام لهذا الطاقم هتكلم فيها بالتفصيل. ولكن يا توفيق، انت عارف جماهير النادي الاهلي دايما لما بتتفرج وبتسمعنا واحنا المصدر الرسمي سواء القناه او الموقع الرسمي او البيج الرسميه على الفيسبوك بتبقى عايزه تعرف بقى كل التفاصيل وادق التفاصيل، ولكن احنا عايزين ناكد يا توفيق ومن خلالك بما انك انت طبعا زميل ومتواجد دايما في كل مباريات الاهلي وكل الزملاء المراسلين بتبقوا قريبين جدا من الجهاز الفني واللعيبه، عدم الاعلان عن القايمه ده شق فني الجهاز الفني حريص عليه، فصعب ان احنا ممكن نكشف تفاصيل ليست معلنه بشكل رسمي عشان الناس تبقى عارفه النهارده اصل مين تم منحه راحه، مين مش موجود بسبب رؤيه فنيه. بتبقى طبعا الامور دي بالنسبه لنا طالما مش معلنه ما بنقدرش نتكلم فيها الا وقت ما بيخرج بقى السكور شيت، مين التشكيل الاساسي، مين على دكه البدلاء. فانا عارف الناس كلها مستنيه تسمع منك تفاصيل اكتر، ولكن حرصا على السريه وحرصا على شغل الجهاز الفني في نقاط ما نقدرش نتكلم فيها الا لما الجهاز الفني يعلن القايمه النهائيه وقت ما بيوصل الى استاد القاهره الدولي. فدي نقطه انا بوضحها من خلالك لان اكيد الناس كلها لما بتقعد تسمع بقى موفد القناه او مراسلين القناه في الرحلات او في المعسكرات بيحب يركزوا في التفاصيل دي، عكس طبعا المواقع والزملاء الصحفيين بيبقوا حريصين دايما ياخدوا اخبار كتيره من المصادر وكل واحد بيحاول يجتهد. يعني يا محمد بالطبع محمد، نقطة مهمة جدا كويسة انك اثرتها. يمكن احنا بنبقى متواجدين مع الفريق سواء في التدريبات او المباريات، في تقاليد ثابتة محمد في النادي الاهلي، وبالطبع اي حد بينتمي للنادي الاهلي بيلتزم بهذه التقاليد سواء في الموقع الرسمي زي ما انت قلت او في القناة. في رولز حضرتك الجهاز الفني وده طبعا حق اصيل ليه. الاعلان عن القائمه طبعا بقى لنا فتره، يعني مستر مارسيل كولر يمكن ما بيعلنش عن قائمه المباراه خالص ليله المباراه زي ما كان متابع في الفترات السابقه. زي ما انت عارف احنا نفسنا بنعرف التشكيل الرسمي، انت عارف انت عارف التشكيل كافه الوسائل، انت عارف التشكيل وعارف مين مش موجود في القائمه، لكن انت ملتزم طبعا ملتزم بالتقاليد زي ما قلنا اللي بيحطها الجهاز الفني للفريق، ان ده حق اصيل ليه الاعلان عن التشكيل في الوقت المحدد، الغيابات، الناس الموجوده. احنا ملتزمين بشكل تام جدا بتقاليد النادي الاهلي لاننا ملتزمين بشكل او باخر النادي الاهلي سواء من القناه او كل وسائل التواصل الاجتماعي المنتمي للنادي الاهلي. فطبعا ده حق اصيل للجهاز الفني ما نقدرش نعتدي عليه، ولكن بحب اطمنك ان اي 11 راجل هيكونوا موجودين في الملعب النهارده هيكونوا عند حسن ظن جماهير النادي الاهلي، هيأدل عليهم. بس زي ما قلت لك اهم حاجه يبقى التوفيق معانا في كل العناصر المحيطه بالمباراه وداخل المستطيل الاخضر، وباذن الله يبقى 3 نقاط جديده محمد زي ما قلنا هتقربنا كتير جدا من الدوري العام وتبعدنا عن كل منافسينا باذن الله رب العالمين. ويا رب دايما الهدف اللي احنا بننشده كلنا وكل جماهير النادي الاهلي بتنشده ان النادي الاهلي يفضل رقم واحد باذن الله رب العالمين. حاجه اخيره يا توفيق، بما ان المباراه الساعه 9:30 اكيد المواعيد اللي ليها علاقه بالتغذيه من خلال دكتور ايهاب علي طبيب التغذيه او دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي بيتم تغيير المواعيد دي طبقا لمواعيد المباريات. يعني المباراه 9:30 فبتلاقي ميعاد الغداء متاخر شويه، ميعاد الوجبه الخفيفه متاخر شويه، صح؟ اعتقد يعني عكس المواعيد المبكره لو الماتش الساعه 5 الساعه 7 القصه بتختلف. بالطبع محمد، ده الجزئيه برضو في غايه الاهميه. يمكن دكتور ايهاب علي منذ ان تولى المسؤوليه كمسؤول او استشاري تغذيه في الجهاز الطبي للنادي الاهلي، هو دايما هتلاقي ميعاد الغداء او الوجبه الرئيسيه قبل المباراه دايما باربع ساعات. يمكن النهارده المباراه 9:30 فهيبقى الغداء او الوجبه الرئيسيه هتبقى 9:30. طبعا يمكن في فرق كبير جدا طبعا في اليوم، فالفطار كان 10 ففضل ان هو كمان يحط وجبه خفيفه كده او السناكس محطوطه الساعه 2 برضو عشان اللعيبه بقى زي ما انت عارف في قياسات بتتم لكل اللعيبه سواء في الملعب او في التدريبات على هذه يعني الاساس هذه القياسات بيتم وضع برنامج. يعني مش كل لعيبه بتاكل زي بعض يا محمد، اكيد انت عارف المعلومه دي أكيد. دايما عاوزين نعرف المعلومه لجمهورنا الحبيب، مش كل لعيبه بتاكل زي بعض، لا كل واحد على حسب يعني معدل جريه في الملعب، معدل حرقه، وزنه، طوله، كل حاجه على هذا الاساس بيتم على وضع اساس علمي ان كل لعيب بياخد نوعيه الاكل كمياتها كل دوت الجهاز الطبي سواء دكتور احمد ابو عبله او كمان بالتعاون مع دكتور ايهاب علي استشاره التغذيه بيتم وضع كل ده في الاعتبار. مده الساعات ما بين الاكل والوجبات يا محمد،
لمده الساعات طبعا زي ما انت قلت، اخر وجبه وبدء المباراه كل ده معمول في حسابه، حتى تغذيه ما بعد المباراه محمد بيكون معمول حسابها، سواء سوائل الميه او حتى العصاره او الحاجات المختلفه، نوعيه الاكل نفسها. عايز اقول لك ان مش كل اللعيبه زي ما قلت لك واكدت ان مش كلهم بياكلوا زي بعض، كل واحد بيخش له عناصر غذائيه حسب القياسات بتاعته وحسب الحرق بتاعه كمان. زميلي العزيز محمد توفيق مفد قناة الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات من فندق إقامة الأهلي قبل ساعات قليلة من موعد مباراة الأهلي وإنبي مساء اليوم في استاد القاهرة الدولي.